الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة نحن سعداء جدا بمركز الزيتونة بمشاركتكم في هذا الاحتفال بإصدار مجلد دراسات في التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهي الدراسات الفائزة في المسابقة البحثية الدولية لا للتطبيع. التهنئة حقيقة بصدور هذا المجلد، لأنه ليس مجلدا عاديا، وإنما يشتمل على 13 بحثا ربما كانت بمجموعها في هذا الإصدار هي الأدق والأشمل والأقوى علميا في الإصدارات المتعلقة بمجالات دراسات التطبيع. وبالتالي فهذه قفزة نوعية في إطار الدراسات نقدمها في ضوء شراكة حقيقة استراتيجية مع المؤسسات التي شاركتنا هذا العمل الممتاز والمتميز. وبالتالي فالتهنئة أيضا موصولة وأساسية مع الهيئة العامة للشباب والثقافة بقطاع غزة على مبادرتهم الكريمة برعاية هذه المسابقة، وعلى الجهد الكبير والمبذول الاستثنائي الذي بذل في إعدادها وترتيبها واستقبال الأبحاث وأعمال الكبيرة للطواقم الفنية وللمحكمين الذين في النهاية أخرجوا لنا هذا المنتج الجيد وفرزوا الأبحاث الفائزة، تبارك الله في جهودهم. وكذلك الجهد موصول لإخواننا وزملائنا في مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين ماليزيا على رعايتهم لهذا المشروع وعلى دعمهم له وعلى تمويلهم لإصدار هذا المجلد، وكذلك للزملاء في أكاديمية المسيري للدراسات والتدريب على جهدهم الكبير أيضا في إنجاح هذا العمل. إذن فنحن أمام شراكة متميزة سعداء جدا بها، وهذه الشراكة أدت إلى هذا المنتج الممتاز والتعاون المثمر الذي نتمنى أن يستمر لإنتاج دراسات نوعية ومميزة إن شاء الله. الحقيقة أنها أيضا تعكس تكامل الدور بين مراكز الأبحاث والدراسات الداخل والخارج في خدمة قضية فلسطين، في نشر الوعي وفي العمل الأكاديمي الجاد، وخصوصا هنا في تشجيع الباحثين الشباب ليدخلوا غمار هذه الدراسات التي نحتاجها وفي معركة الوعي ومعركة الثقافة لمواجهة الهجمة التطبيعية الهائلة التي يحاول العدو من خلالها اختراق جسد الأمة. التطبيع إخواني وأخواتي خطير، وهو كالسرطان المدمر لجسد الأمة، وهو يستهدف عزل قضية فلسطين عن محيطها العربي والإسلامي، وهو يستهدف أيضا تصفية قضية فلسطين والاستفراد بشعب فلسطين، بحيث يتحول هذا الكيان الصهيوني الغاصب إلى ما يشبه كيانا طبيعيا في المنطقة، وهذا هو فكرة التطبيع، وبحيث يكون هو شرطي المنطقة ويمنع وحدتها ويمنع نهضتها الحضارية ويمنع استعادة دورها الحضاري وقوتها. وبالتالي فهذه المبادرة تكون هي خطوة هامة في معركة الوعي بمشاركة باحثين وخبراء ليس فقط من فلسطين، وإنما من بلدان عربية مختلفة ومن أمتنا. وبالتالي فهذه الشراكة الاستراتيجية وهذه الدراسات وهؤلاء الزملاء الباحثين الذين كتبوا هذه الدراسات عبروا عن وحدة الأمة وعبروا عن جسدها الواحد في مواجهة هذا التطبيع. ومرة أخرى هنا يأتي دور غزة باعتبارها مركزا وشعلة للمقاومة وقلعة لمشروع التحرير، فتأتي فتضيف نقطة مضيئة أخرى، خطا أساسيا آخر لهذه المعركة، لأن أيضا غزة هي أيضا مركز إشعاع للوعي، مركز إشعاع للتوعية وللثقافة وللتعليم بمعاييره العلمية الأكاديمية العالية الصارمة التي تنتج هكذا أعمال. فيتكامل دور غزة بين
دورها في مشروع التحرير بأشكاله المختلفة. نحمد الله نحن هنا في مركز الزيتونة أن كنا لنا دور أساسي في إصدار هذا الكتاب 13 بحثا التي تم اختيارها، تم العمل عليها في الأشهر الماضية تحريرا وضبطا للنصوص ومراجعة وتدقيقا لها ومحاولة لإخراجها بأفضل شكل ممكن ضمن المعايير العلمية العالمية المعتمدة. وعندما أردنا ترتيبها لم نرتبها في داخل الكتاب بترقيم الأبحاث الفائزة الأول في الثاني في الثالث، وإنما رتبناها بشكل موضوعي حتى تكون مواضيعها متسقة مع نفسها ومنسجمة مع المواضيع التي يطرحها الكتاب. وبالتالي جاءت هنا الدراسات متكاملة، شرعية، تربوية، ثقافية، إعلامية، حضارية، سياسية واقتصادية وحتى عسكرية وأمنية، لتتكامل مواضيع الدراسات التي ناقشها البحث. وهذا الجهد المتكامل حقيقة يشكر عليه فريق التدقيق العلمي والأكاديمي في مركز الزيتونة الذي كان له دور أساس في إنجاز هذا العمل وإخراجه بشكله النهائي. وأخيرا أريد أن أقول أن هذا الكتاب يصدر ليكون متاحا للتحميل المجاني منذ اليوم، وسيكون متوفرا على موقعنا في مركز الزيتونة للتحميل المجاني كاملا، كما سيتاح لمن يحب أن يقوم بتحميل فصوله فصلا فصلا، يختار الفصل الذي يشاء ليكون التحميل بشكل يسير وبحسب اهتمامات الباحثين. إذن فهذا الكتاب نعتبره سبيل، نعتبره متاحا للباحثين والدارسين، ونرجو أن ينتشر بأكبر نطاق واسع في بين أمتنا وشعوبنا العربية والإسلامية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن تستمر الجهود المتكاملة بيننا ومع إخواننا في فلسطين في داخلها وخارجها، حتى نقدم أعمال نوعية عالية الجودة وأيضا تخدم أمتنا وقضايانا الكبرى. وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.